السلام عليكم ورحمه الله وبركاته على كل الوطن العربي والناس طيبين اللي هيتفرجوا علينا. معانا فخر العرب للمره الثالثه على التوالي جوه بطوله مستر اولمبيا 2022. هاخد كلمات سريعه من رامي قبل ما يقابل جمهوره ونرجع نصور معاه ان شاء الله بعد البري جادجنج او التحكيم السري, ونرجع نصور معاه مره كمان بعد الفوز بالستاند ان شاء الله. رامي ازيك؟ هاني حبيبي, شكرا على اللي انت بتعمله طبعا الاول, وشكرا على مجهودك اللي انت بتعمله مع تيم كوسكواد والاعلام المصري والعربي كله كمان اجسام. شكرا الاول لحضورك, مبسوط اني معاك زي كل سنه, ودايما وشك حلو عليا, وان شاء الله نقدم حاجه لمصر كويسه باذن الله. رامي, هم ثلاث اسئله صراع جدا بس مهمين قوي للناس. بعد ما اتفرجنا على اللايف بتاعك انت وفيل هيس, انت ذكرت حاجه بعينها, انت قلت لازم تدور على الناس اللي بتصدق في حلمك, ولو ما لقيتهمش في بيتك ما لقيتهمش في بلدك لازم تدور عليهم. كان قصدك ايه بالكلام ده؟ هل انت ما لقيتش الدعم في حته معينه فاضطريت ان انت تسافر لاماكن تانية او تغير حياه او مجتمعات او اصدقاء عشان تلاقي الناس اللي تصدق في حلمك؟ انا بالعكس من الناس المحظوظه جدا, الحمد لله انا كنت كل في كل مكان كان حواليا ناس بيصدقوني جدا وحواليا ودعمين لي بشكل كبير جدا. لكن الحمد لله انا في الفتره الاخيره معايا ناس جدا مؤمنه ان انا كفرد وانا كمجموعه كوسكواد, انا كواحد من الوطن العربي نقدر نقدم للمجتمع بتاع كمال اجسام حاجه مختلفه, حاجه للرياضه, حاجه كمان لان هم يتفائلوا ان هم يقدروا يقدموا حاجه جديده في حياتهم. انا من الناس المحظوظه صحيح, لكن هو انا اقصد كمان بالكلام ان هي يعني دعوه للناس كلها في حياتها, ما توقفش على مشكله في حياتك وما توقفش على الناس في حياتك, خليك دايما شايف ان الناس اللي هي المهمه في حياتك جدا, الناس اللي تقدر تخليك تقدم خطوه في حياتك لقدام, خليهم هم ظهرك وسندك والناس اللي دايما حواليك, لان ده هيخليك تقدم حاجه افضل لبكره. الفوزين اللي انت توجت بيهم, الفوز الاول كان بالنسبه لنا كان ده الحلم واحنا كسرنا الحلم, الفوز الثاني كان فيه بعض العقبات بس لما كسبت يا رامي استفدت ايه من الفوز ده وخلاك مكمل على المسيره ان انت توصل للمرحله الثالثه ازاي؟ عندنا مثل جميل قوي بيقول لك ايه الايه اللي ما يكسركش يقويك, فانا اتعلمت الدرس ده ان فعلا طول ما انت بتقابلك عقبات ولسه واقف على رجليك معناه كده ان ربنا لسه سايب لك فرصه ان انت تدي في حياتك. اتعلمت ان ما فيش حاجه اسمها حاجه صعبه ممكن تخلي الواحد يموت, اتعلمت ان هي ان كل حاجه صعبه بتيجي في حياه البني ادم بيبقى السبب عشان ربنا سبحانه وتعالى يعرفوا ان هو اولا الرجوع الاول والاخير لربنا سبحانه وتعالى, ان هو بيتوفى بس بربنا, وان الاهم من ده كله ان ربنا سايب لنا فرصه ان احنا نقدر نقدم حاجات كتير جدا, مش اي مشكله في حياتنا هي اللي هتوقف حياتنا. 2021 انت فزت وانت كنت ما بتتمرنش وكنت بتمر بظروف صعبه كتيره مرت عليك, ايه النقله اللي عملتها عشان في 2022 تفضل مواظب وتقدر تكمل ان انت تقدر تيجي السنه دي تمرين كامل ما قطعتش ولا يوم من بعد ما فزت باللقب؟ بصراحه انتوا كتيم كوسكواد, انتوا كالناس اللي حواليا في مصر, انتوا فرحتكم اللي خلتني ابقى مصدق ان انا بقدم حاجه للوطن العربي بشكل كبير جدا. انتوا اللي خلتوني احس ان انا فعلا بعمل حاجه مهمه في حياتي, فده خلاني اقول لا من اول يوم انا مش عايز افوت يوم, مش عايز انهي الاحساس ده, وعايز افضل انا عايش بكمان زي ما ببسط الناس انا بنبسط من فرحتهم بيا, فده الحمد لله خلاني ان انا ابقى الحمد لله السنه دي مواظب جدا ان انا اقدم افضل ما عندي. رامي في 2021 رامي اتمرن اربع شهور بس وكسب اولمبيا, رامي السنه دي متمرن السنه كامله, الباكج اللي رامي جاي بيها, انا كلمت مع تشاد قال لي ان احنا كسبنا خلاص من قبل ما نطلع على المسرح احنا كسبانين. رامي نفسه الاجتهاد اللي قدمه سنه كامله متواصله هيجي الباكج عامل ازاي من وجهه نظرك انت الشخصيه مش من وجهه نظر المدربين, انت شايف نفسك ازاي؟ انا شايف نفسي ان انا قدمت كل حاجه اقدر اقدمها,
ان شاء الله ربنا يكمل التعب ده ويهني بكره ان شاء الله بان انا اوفق في اليوم الاخير. انت عارف ان هي لحظات اخيره الموضوع كلها بتبقى زي ريسكي قوي, لكن ان شاء الله انا ربنا هيوفقني, مش عشان انا احسن حد, انا عشان انا اجتهد وربنا سبحانه وتعالى بيعوض على المجتهدين. تاني حاجه انا بحس بدعوات الناس, فالناس كلها بتدعي الحمد لله جنب اخوات محترمين في ظهري. انا مش عايز انسى اسماء بس يعني من غير عشان اسماء كتير حواليك كتير جدا الحمد لله وكلهم في ظهري وساندوا ظهري, لكن 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 انا مهم جدا اقول كلمه واحده ان شكرا لكل واحد طول الوقت فاكر ان رامي شخص مهم وبيقدم حاجة لحياتهم, وانا ممتن ليهم جدا, وانا مستني ان انا كمان ارد لهم الجميل بكرة بان انا اقدم مستوى يلاق بيهم ان شاء الله باذن واحد احد. واحنا بنشكرك على اللقاء الجميل ده والف مليون شكر يا كابتن رامي. الف الف شكر. الف شكر. انا سعيد دايما ان انا ببقى معاك, مش عشان اي حاجة, مش عشان انت اشطر اعلامي والكلام الجميل اللي احنا عارفينه كلنا, لان كمان عشان تحد مجتهد وبتحب بلدك وعايز كمان تقدم للرياضة حاجة مختلفة, فبالتوفيق ليك ولينا وكل الناس اللي بتحاول تغير المجتمع الرياضي. انا بشكرك يا رامي. الف شكر. الف شكر.